ما يزال العدوان السعودي على بلادنا مستمرا في حقده واستهدافه البشر والحجر والشجر، حيث شن طيرانه عدة غارات استهدفت الطرقات والجسور الحيوية في كل المحافظات اليمنية دون استثناء، في محاولة من العدو تقطيع أوصال البلاد. إلى التفاصيل. للشهر السابع على التوالي يستمر العدوان السعودي على اليمن مستهدفا البشر والحجر والشجر، ومخلفا آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، في غارات يومية تستهدف منازل المواطنين والمنشآت الخدمية والحكومية والمدنية والبنى التحتية والمحال التجارية والمزارع وشبكات الاتصالات والمستشفيات الحكومية والخاصة والمدارس والمساجد والحصون والمعالم الأثرية والموانئ والمطارات وكل مقومات الحياة، بالتزامن مع فرض حصار جوي بري بحري جائر على بلادنا. ويمعن طيران العدوان السعودي في استهداف الجسور الاستراتيجية والطرقات والتي تعتبر حلقة الوصل الوحيدة للمواطنين اليمنيين للعبور والتي تربط بين المدن والمحافظات. ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة تركيز العدو على تقطيع الطرقات وعزل المدن، حيث استهدف طيران العدوان السعودي بثلاث غارات جسر عقد عصفرة في مديرية بني مطر على طريق صنعاء الحديدة، ما أدى إلى تدميره كليا وتسبب في تعطيل حركة المسافرين بين صنعاء والحديدة. السعود مجرمين قطاع طرق، يعني يشتون الناس، يعني يقطعون مواصلات، يقطعون الخط، هذا خط الميناء، يعني خط تجاري، يعني خط بيستفيدوا من الناس، يعني بياكلوا ويشربوا من مواتر قواطر سيارات، يعني قطعوا الناس. دحين الناس ترى يعني جالسين كلهم من دون مواصلات، لا شنو الان السعودي يدمره لكن لا النخاس. نحري وقطعوا علينا الطريق، وهذا لا يرضى الله ولا رسوله. يعذبوا بلالنا هكذا، ما في انابهم، ما سبناهم، امرهم وحسبهم الله. هم المواطنين يعانون من قطع الطرق في ذمة آل سعود. هؤلاء الذي قالوا يمنعوا اليمنيين، هذه منفعة اليمنيين يا آل سعود يا آل سلول. وفي وقت سابق كان العدو قد استهدف بغارتين الجسر الواصل بين السهمان ووادي مسور في مديرية خولان الطيال، والذي يربط محافظتي صنعاء ومأرب، ما أدى إلى تدميره. وفي محافظة حجة تم استهداف جسر وادي شرس الذي يربط محافظة حجة بالعاصمة صنعاء بغارتين أدتا إلى تدميره بالكامل وتوقف حركة المسافرين. الضربات التي بضربها على الخطوط وعلى الجسور ليست توقفنا في بيوتنا، بل نحن عابر اليمنيين عابرين القارات. هذه الصاروخ التي ضربوا على الجسر من العدوان السعودي الأمريكي الغاشم، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يندم على كل أفعاله. وفي محافظة المحويت تم استهداف جسر زحام الواقع في مديرية الرجم بالمحويت، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسبب بقطع الطريق العام وهمزة الوصل بين محافظة المحويت والعاصمة صنعاء. وفي محافظة الحديدة تم استهداف أحد الجسور على الطريق العام الحديدة صنعاء بمديرية بني سعد بغارتين أدتا إلى تدمير الجسر، وسيارة كان على متنها عدد من الركاب قتل منهم رجلان، وتدمير سيارة أجرة كانت متوقفة بجوار الجسر. ومن خلال ما سبق يتضح جليا أن العدو السعودي بحقده الدفين يحاول جاهدا عزل العاصمة عن بقية المحافظات بهدف منع دخول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية إلى العاصمة، ليتجلى مدى وحشية هذا العدو وتجرده عن كل القيم الدينية والإنسانية.